موجز الأخبار من القدس دوت كوم، أهلا بكم. جدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدعوة إلى عقد قمة عربية مصغرة بهدف التوصل إلى مصالحة بين الفصائل الفلسطينية. وقال الشيخ تميم في كلمته أمام القمة العربية 25 التي افتتحت اليوم في الكويت إن القضية الفلسطينية لا تزال تشكل أهم التحديات التي تواجه الأمة، مشدداً على أن تناصل إسرائيل من التزاماتها يبقى عقبة أمام التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة. سلمت إسرائيل المبعوث الأمريكي لمفاوضات السلام مارتن إنديك قائمة بأسماء 26 أسيراً فلسطينياً تعتزم إطلاق سراحهم في الدفعة الرابعة من الأسرى المنوي الإفراج عنهم، إلا أن هذه القائمة لا تشمل أسرى من الداخل وفقاً لما تطالب به السلطة الفلسطينية. كشفت صحيفة هارتس العبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان تسلم قبل عدة أسابيع فتوى قضائية من المستشار القضائي للوزارة تسمح بنقل منطقة المثلث ووادي عارة إلى الدولة الفلسطينية مع أي اتفاق مستقبلي. واصلت القوات الحكومية السورية قصف بلدة كسب الساحلية غرب البلاد التي سيطر عليها مسلحو المعارضة، فيما شهد ريف اللاذقية اشتباكات بين الجانبين في تلك المنطقة الاستراتيجية. بدأت في محافظة المنيا المصرية وقائع محاكمة 683 من قادة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع على خلفية أحداث عنف وقعت الصيف الماضي في المحافظة. أعلن وزير الدفاع الأسترالي أن مصير ركاب طائرة الخطوط الجوية الماليزية في رحلتها رقم 370 لا يزال مجهولاً، وأن أي معلومات أخرى تعد بمثابة تكهنات حتى يتم العثور على حطام الطائرة. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.